يصادف اليوم 14 نوفمبر اليوم العالمي للسكري. رح نتعرف على قصة ملهمة لشخص قدر أنه يحول الصدمة إلى محفزات بدلا من أنها تكون عوائق، وأصبح من مصاب بمرض السكري إلى طبيب سكري. تفاصيل أكثر أكيد ناخذها من ضيفنا عبر سكايب الدكتور حسان المقبل. أهلا وسهلا بك دكتور حسان، نورتنا حياك الله. الله يحييكم يا رب العالمين، يرفع قدركم، وشكرا على هذه الاستضافة. شكرا لك، وشكرا طبعا لوقتك ومداخلتك معنا اليوم. في البداية حابين نعرف قصتك مع تشخيصك بالسكري في البدايات، وإيش كانت ردة فعلك من بعد ما عرفت هذا التشخيص؟ طيب، القصة صراحة طويلة لكن مختصرها، كنت في الحج وكان عندي أعراض السكر من دخول دورة المياه بكثرة، الجوع، العطش الشديد. فلما رجعت من الحج نصحني أحد الزملاء بإجراء تحليل السكر. كم كان عمرك يا دكتور؟ 16 سنة تقريبا. تمام. فقال لي الدكتور روح افطر وتعال بعد الفطور عشان نقيس لك السكر مرة ثانية. فلما جيت ودخلت عليه قال لي سكر الباب. لما جلست قال شوف انت عندك سكر، علاجك 4 إبر في اليوم. اذا ما اخذت هذه الإبر راح تنقطع اطرافك، راح يجيك فشل كلوي، راح تنعمي ولا راح تشوف شيء، بعدين راح تموت. لا حول ولا قوه الا بالله. بالضبط، انا حتى يعني لو اقدر اقابل الدكتور هذا اقول له لو ما عندي سكر ذاك الوقت جاني سكر من كلامك. صح، لان فعلا كانت صدمه كبيره لي. حتى انا قلت له الدكتور ترى انا اخاف من الابر، يعني لكم تتخيلون واحد صغير بالسن يخاف من الابر، علاجه 4 إبر باليوم وانا اشيل هم الابره اصلا. فصدمني بالخبر كذا، طلعت من المستشفى ورحت الصيدليه، صرفوا لي مجموعه كبيره من الابر. أنكرت الموضوع بتاتا، قلت لا هذا أنا ماني بحسان، أنا هذه المريض ثاني شكلها، وطلعت من المستشفى. بعد 2-3 أيام جاني حموضة بالدم اللي تيجي مرضى السكر من النوع الأول. رحت إلى مستشفى آخر، كان في طبيب متفهم الحمد لله وشرح لي السكر بطريقة مختلفة. من تلك اللحظة قررت أنه أنا أدخل كلية الطب بحيث أنه ما أصير مثل الدكتور الأول، أصير مثل الدكتور الثاني وأشرح للمريض بطريقة لطيفة، بطريقة يعني أحتوي المريض هذا، لأنه قارنت بنفسي كيف رد فعلي بعد كلام الطبيب الأول وكلام الطبيب الثاني. دكتور كلامك محفز لكل الناس اللي صابهم السكر، وكيف الواحد انه ما يستمع لدكتور حاول انه هو مثلا يحطم منه، وصراحه يعني الله يكفينا شر هذول الدكاتره. طب يعني هذا معناته تحدي كان وهو سبب دخولك للطب. صحيح، منصاتك بالسوشيال ميديا صارت نافذه للخروج للعالم ومنبر للتوعيه، كلمنا عنها. اللهم لك الحمد، الآن وسائل التواصل الاجتماعي صارت يعني توصل الصوت للعديد من الناس، يعني لما أقول الحين معلومة يشوفها ملايين الناس. اللي قاعد ألاحظه اللهم لك الحمد وقت المريض في العيادة صار عندنا أقل، يعني قبل المريض لما أشرح له حساب الكربوهيدرات يكون ما هو عارف وشيء جديد عليه، حساب الجرعة التصحية ما هو عارفه. الآن اللهم لك الحمد صرت أقدر أصورها دائما في سناب شات تصل إلى مئات الألوف أو ملايين الناس، فصار المريض عنده وعي لما يجي للعيادة، بس أتابع تحاليله أجدد له الأدوية ويطلع من عندي. يكون غالبا أخذ المعلومات هذه من وسائل التواصل الاجتماعي. قاعد أشوف يعني اللهم لك الحمد تطور وعي كبير جدا بين سابقا والآن، كله فضل الله سبحانه وتعالى، ثم التوعية اللي قاعدة تصير في وسائل التواصل الاجتماعي. دكتور يعني في أحد المستشارين لمرضى السكري قالوا إنه عدد المصابين بالسكري في المملكة تقريبا 13.4% من عدد السكان، وغالبيتهم أكبر من فوق 15 سنة، والمصيبة إنه نصفهم ما يعرفوا أنه هم مصابين بالسكري. قديش يعني هذا صحيح أن الإنسان ممكن يكون مصاب بداء السكر لكن ما يعرف؟ كثير صراحة، خصوصا للنوع الثاني. طبعا هذه أحد دراسات القديمة، أنا آخر دراسة قرأتها كانت في 2024 أجريت عينة على 332 شخص كانت في القنفذة، كانت نسبة الإصابة بالسكر عندهم 36%، 28% كان عندهم مرحلة ما قبل السكري ولا يعرفون عنها. المشكلة إيش؟ أنه مريض السكر من النوع الثاني ارتفاع السكر عنده يكون بشكل تدريجي، فما تظهر عنده أعراض، بل سبق أني قابلت مريض عنده سكر 600 ما عنده ولا عرض واحد. إيش السبب؟ أنه الارتفاع التدريجي يخلي الجسم يتعود على هذا الارتفاع فما يكون في أعراض. لذلك دائما نوصي على الفحص المستمر للسكر، هذا بالنسبة للنوع الثاني. النوع الأول غالبا يكون أعراضه واضحة ولا يحتاج فحص، لكن النوع الثاني كثير منهم ما يعرف، وللأسف بعضهم يجي مضاعفات، يعني لما تتأثر عنده الشبكية العينية يقول كان عندي سكر من 20 سنة قبل كذا. أوكي طيب دكتور، قرأت دراسة ناقشت انتشار السكر عالميا
عالميا، وكانت باكستان والسعودية هي اللي أكثر تضررا. وش رأيك بهذا الإشارة أو هذا المؤشر الخطير؟ لا شك أن السعودية من ضمن أعلى الدول إصابة بالسكر، طبعا يرجع في مركز في المرتبة السادسة السعودية. نعم أحسنتي، في المرتبة الثالثة تحتل السعودية. كذلك عندنا من دول الخليج الكويت، أعتقد الخامسة أو الرابعة. السبب يعود لعدة أشياء. أنا أقول في أشياء إحنا قادرين نتحكم فيها وفي أشياء غير قادرين. العامل الجيني من الأشياء اللي إحنا غير قادرين فيها، فدائما نقول خلاص خلوها على الله يعني. لكن عندنا أربعة أشياء إحنا نتحكم فيها، وأنا دائما أقول أقدر أقلص الإصابة من 70% إلى 20% إذا تحكمنا بأربع أشياء. الشيء الأول الوزن. كل ما كان وزنك مثالي كل ما ابتعدت ابتعاد شديد عن الإصابة بالسكر، لأنه يعني السبب الأساسي للإصابة بالسكر من النوع الثاني هو زيادة الوزن. الشيء الثاني الرياضة. للأسف يعني حتى الواحد لما يبغى يروح يصلي الحين المسجد جنب البيت يشغل السيارة ويروح بالسيارة يدور الموقف اللي قدام المحل تماما، يعني حتى نتعاجز نمشي خطوتين. فالرياضة من الأشياء اللي بإذن الله تعالى تقلل من مقاومة الأنسولين فتبعدك تماما عن الإصابة بالسكر. الشيء الثالث الأكل الصحي، والحمد لله الآن الأكل الصحي ترى صار لذيذ. يعني لما أقول أكل صحي مو شرط أنه غير مستساغ، لا، في ناس يستمتعون بالأكل الصحي صح. وأنا ترى ما أحرم مريض، أقول بالاعتدال وليس بالحرمان. تبغى تأكل حلا، ترى قطعة الحلا الصغيرة هذه نفس طعم صحن الحلا كامل، إلا إذا عاد كان نكهات، هذا شيء ثاني. فأنا دائما أقول قد ما تقدر حاول تقلل كل حلا، لكن سوي رياضة بعد الحلا. تبغى تأكل تمر كل 3 تمرات، ما يحتاج إنك تزيد طعم التمرة الأولى زي طعم التمرة 100. وكثير الحمد لله من مرضانا قدرنا نقلل عنده العادات. يعني أتذكر عندي مريض كان يتعدى 50 تمرة في اليوم، اللهم لك الحمد خلال 6 شهور الآن ما يتعدى 7 تمرات في اليوم، مع أنه قبل كان يقول شبه مستحيل، بس بدينا فيه بالتدريج. الشيء الرابع اللي هو موضوع الابتعاد عن التوتر. التوتر، القلق، الضغط النفسي اللي نعيشه الأيام هذه ترى من عوامل الإصابة بالسكر من النوع الثاني. أختصرها 4 أشياء: حافظ على وزن مثالي، سوي رياضة بشكل يومي، حاول قد ما تقدر تقلل من الكربوهيدرات وتكثر من البروتين. الشيء الرابع قلل أو ابتعد عن الموترات والأشياء اللي تقلق. إذا حافظت على 4 أشياء هذه بإذن الله تعالى لن تصاب بالسكر. دكتور حسان المقبل طبيب الباطنية، يعطيك العافية وشكرا لك على هذه النصائح المهمة. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع ومن بعد مكملين.